صباح الخير دولة الرئيس. صباح الخير مع الوزير. صباح الخير للجميع، للعراقيين، للبغداديين. لنا اليوم في موقع الدورة السيدية في أحد مشاريع فك الاختناقات، وعندنا زملائنا من الآخرين في موقع ساحتي عدن وصنعاء. نستأذن سيادتك للمباشرة بهذا المشروع، مع شكرنا للدعم اللامحدود اللي تقدمه حضرتك لهذا المشروع والمشاريع الأخرى. وإن شاء الله في القريب العاجل تزداد أعداد الرافعات والحفارات والشفلات في بغداد، وبعد إقرار الموازنة تزداد وتيرة الأعمال لتقديم الخدمات. تفضل سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ العزيز مع الوزير، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم، في هذا الصباح الجميل من الأيام المباركة لبغداد، مع البدء بهذه المشاريع، مشاريع فك الاختناقات، مشاريع التي تساهم في انسيابية النقل في العاصمة الحبيبة بغداد. بدءا أثمن كل الجهود التي بذلت من قبل الوزارة، من قبل كل العاملين على مختلف المستويات في وصولنا إلى هذه المرحلة. قبل أسبوعين باشرنا في 3 مشاريع في قاطع الرصافة، واليوم نباشر في مشروعين في تقاطع السيدية الدورة وساحة عدن في جانب الكرخ. هذه المشاريع المهمة ضمن الحزمة الأولى والبالغة 19 مشروع، والتي أقرت وتم تضمينها في قانون الموازنة. بالتأكيد إقرار قانون الموازنة يعني انطلاق الكثير من المشاريع، المشاريع الخدمية في مختلف القطاعات، سواء كان في بغداد أو باقي المحافظات. ونأمل من مجلس النواب الموقر التصويت بأسرع وقت ممكن حتى تنطلق هذه المشاريع التي ينتظرها أبناء الشعب. أنا بدي قبل المباشرة والبدء بالعمل أوجه كلمة للشركات، الشركات التي وقع عليها الاختيار والتي سوف تنفذ وتباشر بهذه المشاريع، أن تعتمد الجداول والكشوفات وتعمل وفق المخططات وتنفذ وفق المواصفة، لأننا جادون بأهمية التنفيذ وفق المواصفة. وسوف تكون هناك عدة جهات تتابع هذا التنفيذ، ابتداء من المتحدث شخصيا. سوف أتابع تنفيذ هذه المشاريع وفق ما مخطط من مواصفات دقيقة، حتى نضمن التنفيذ النوعي لهذه المشاريع الحيوية والمهمة في العاصمة بغداد الحبيبة. أيضا أتمنى عليهم الجدية بالتنفيذ وفق المخطط الزمني. احنا نتكلم عن مشاريع مهمة حيوية في مناطق مكتظة ازدحامات، لذلك نريد نقلل معاناة المواطنين والازدحامات التي سوف يتسبب بها إجراءات التنفيذ. فنريد التنفيذ وفق ما مخطط من خلال جدية وعمل متواصل وبأكثر من وجبة عمل في اليوم الواحد. بالتأكيد هذا لن يتم إلا من خلال الالتزام بجدول العمل. رسالتي الثانية للمواطنين، للبغداديين، بالتأكيد هذه المشاريع مهمة، مشاريع فيها نوع من الصعوبة في التنفيذ بحكم الازدحامات والعقد المفصلية في هذه الساحات والتقاطعات. من جانبنا مع الشركات سوف نحرص على أن نقلل هذه المعاناة، أن نوجد الطرق البديلة، لكن بالتأكيد الجزء الأكبر يحتاج لنوع من الصبر والتعاون مع العاملين في هذا المشروع، سواء كان من قبل الشركة المنفذة أو الجهات الفنية المشرفة. الله يبارك في كل الجهود التي بذلت، وإن شاء الله نفتتح هذه المشاريع قريبا وفق ما مخطط
من ومثبت من مدة زمنية. على بركة الله نبدأ بالمباشرة بالتنفيذ. توكل مع الوزير. شكرا دولة الرئيس، إن شاء الله تنفتح على جنابك هذه المشاريع. تسمعني باشر بالحفر بإذن من دولة الرئيس. شكرا دولة الرئيس، ننتقل الآن إلى الموقع ساحة عدن مع المهندس المقيم مهندس عمر. مهندس عمر. دولة رئيس الوزراء، نطلب منكم الإذن للمباشرة بأعمال الركيزة التجريبية لمشروع تطوير ساحتي عدن وصنعاء. باشر على بركة الله. مباشرة بالمشاريع الأخرى، وأيضا نلتقي في افتتاح هذه المشاريع على جنابك. شكرا جزيلا لرعايتك. شكرا جزيلا لكم، موفقين إن شاء الله.